نزحت أنا وأخواني وأسرتي كامل. كان حاجة محرجة يعني، مؤلمة جدا، مأساوية. خرجنا من بيوتنا ما حملنا شيء، ألا يلا نحن حملنا الأطفال والأشياء الذي نقدر عليها، واللي حاجة اللي ما نقدرش عليها راحت لي داخل بيوتنا. وضعنا مؤلم جدا يعني، بهدله ما نحنش يعني مرتاحين، معرضين للامطار، للسيول تدخل، عندك طحين، عندك سكر، يخسع، كله يبال عليك. طبعا نحن نفذنا هذا المشروع لحمايه الاسر من المخاطر التي كانوا يتعرضون لها. على سبيل المثال، اكثر من حادث انه السيل ياخذ بعض الخيام، الماء يدخل داخل الخيام يسبب لهم أمراض، يسبب لهم إنه يركض الماء داخل المخيم. نفذنا أكثر من 300 متر جابيونات. وكذا تم إصلاح الطرقات عندهم، وتم تسوية الموقع، عمل التسوية لتنفيذ المأوى الانتقالي. احنا استخدمنا طريقة يعني النقد مقابل العمل، ان احنا نندي العماله من داخل المخيم، وانه العماله هذه تشتغل كل حاجه، يعني احنا ندي لها مقابل العمل حقه اجر يومي. الاجر اليومي هذا الاسره تستفيد منه، انه نحافظ على كرامتهم، كذلك انه نوفر لهم مصادر للدخل. ايوه، انحلت المشكله. الان انحلت المشكله صح، واصبح وضعنا مستقرين.